وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جمال بعد التحية، الرئيس السيسي أكد حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات وتكثيف وتيرة التنسيق المشترك تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. برأيك كيف يمكن بلورة رؤية مشتركة سواء ثنائية بين مصر والبحرين أو متعددة من خلال الدول الشقيقة لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة؟ هو بالطبع هناك تحديات كبيرة بتواجه المنطقة، بداية من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، ولازم يكون في تنسيق عربي مشترك أو بين مصر ودول الخليج العربي لتجاوز هذه الأزمة لجميع الدول. أيضا هناك تحديات أخرى تواجه منطقة الخليج العربي، محاولات بعض الدول للتدخل في شؤون الدول الأخرى، محاولات دول إقليمية تسعى إلى زعزعة الاستقرار، الحرب اليمنية داخل اليمن وتأثيرها بشكل كبير على الاستقرار في بعض دول الخليج. كل ده لازم يكون في تنسيق واضح بين مصر وبين الدول مجلس التعاون الخليج والبحرين بشكل أساسي، لأن زي ما قال سيادة الرئيس أكثر من مرة إن الأمن القومي لدول الخليج العربي لا يمكن أن ينفصل عن الأمن القومي بالنسبة لمصر. احنا لو شفنا العلاقات هنلاقيها علاقات متميزة بين مصر ودولة البحرين من عام 2014 حتى وقتنا هذا، وبتزداد هذه العلاقات حميمية وبتزداد أكثر علاقات اقتصادية وعلاقات استثمارية، يعني في العديد من فرص الاستثمار في مصر والأبواب مفتوحة طبعا أمام المستثمرين من دولة البحرين من أجل الاستثمار داخل الدولة المصرية بعد البنية التحتية القوية اللي تمت داخل مصر خلال السنوات الماضية. أيضا مصر بتدعم البحرين في جميع المواقف وجميع القرارات، من محاولات العبث باستقرارها، محاولات تدخلات أجنبية في البحرين أو الدول الخليج العربي. كل ده بتؤكد عليه متانة العلاقات في لقاءات ثنائية كثيرة جدا تمت خلال من عام 2014 حتى وقتنا هذا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و ملك البحرين. أيضا هناك تعاون عسكري لأول مرة يتم من عام 2015، اللي هو التدريبات العسكرية المشتركة اللي بتتم بين مصر ودولة البحرين. هناك العديد من العلاقات الاقتصادية اللي زادت بين مصر والبحرين خلال السنوات الماضية. طبعا التنسيق الكامل بين مصر والبحرين ده مهم، والتنسيق أكثر مع دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي والمحافظة على الوحدة دول التعاون الخليجي، دول مجلس التعاون الخليجي، والتنسيق فيما هو قادم من تحديات أو تهديدات. كل ده مطلوب في الوقت الحالي، واللي هو بدايته زيارة النهاردة ملك البحرين إلى مصر. نعم، الشكر الجزير للسيد الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام.